هناك إخبار من أشخاص يعتد بهم، أشخاص محترمون على درجة عالية من الوثاقة والتعقل والرجاحة في الفكر وفي السلوك، جاءوا بإخبارات خطيرة جدا عظيمة جدا تجعل الإنسان يتريث ويتفكر في هذا الأمر. ولذا قال حفظه الله: ومن جميع ذلك يظهر وجوب الفحص عن الدين الحق والنظر في الأدلة لمعرفته والوصول إليه تحفظا تحرزا تجنبا تحفظا من ضرر مخالفته على تقدير قيام الحجة الكافية. وقد قامت الحجة الكافية فهذا أمر خطير. وعدم اكتفاء الإنسان بما عنده، أنه عند بعض المرتكزات، عند بعض التصورات، عند بعض الرؤى ويكتفي بها، لا، إلا أن يقطع بالسلامة. طبعا متى؟ يجب أن يفحص، يبذل جهده وينقح الأدلة إلى أن يصل إلى ما يقتنع بأنه صحيح. ثم قال: وبعبارة أخرى، إذا بقي الإنسان غافلا من دون تنبيه فقد يعتقد بدوا بأنه لا وجود إلا للمحسوس. لو ما حد ينبهه قد يؤخذ بالماديات والحسيات ويتصور أن العالم هو هذا الذي أمامه، ولكن بعد أن نبه وألفت نظره بعد خرج من الغفلة. أما إذا خرج عن غفلته وبلغته هذه الدعوة الكبيرة العظيمة الخطيرة المهمة، وعلم أن هناك أمة كبيرة من الناس تدعي إلى الآن مجرد دعوة، ولكن هذه الدعوة تجعله يتحقق من الأمر، تدعي تحقق بعض الأمور غير المحسوسة ذات الأهمية الكبرى، وأن وراء هذه المادة عوالم أخرى سيكون مصيره إليها، وهذه الأمم تحاول إثباتها والاستدلال عليها، فلا طريق له إلى اليقين بعدمها. مجرد ينكر يقول هذه الأمم أصلا أنا ما أقبل كلامهم. لماذا لا تقبل كلامهم؟ لماذا تنكر؟ على أي أساس؟ على أي مبنى؟ ولا سيما يؤكد على هذه القضية التي أكدت عليها أيضا، ولا سيما أن بعض من يدعي ذلك قد بلغ مراتب عالية في العقل والرشد والمعرفة كالأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، وككثير من أتباعهم كانوا على مستوى رفيع من التعقل ومن السلوك الحسن. هذا يجعل الإنسان عندما يخبره هؤلاء يجعله يتريث ويحسب للأمور حسابه. أما أنه واحد مدعي ومدعي القطع بالعدم يقول أصلا لا يوجد هذا الأمر، من أين جاءك هذا القطع؟ من دون نظر في الأدلة، هذا مكابر مغالط، وهذه الدعوة لا تنفعه يوم الحساب، لأنه يدرك أنه يحتاج إلى دفع الضرر، دفع الضرر المحتمل، هناك إخبار بوجود ضرر، الإخبار بنحو محترم ومعتد به وملفت للنظر، فيجب مراعاته ويجب الفحص ويجب التتبع.